مضغوط، وزي ما انت كلاعيبه وكجهاز فني مضغوطين، ايضا نادي بيراميدز مضغوط. كل ما نادي بيراميدز بيشوفك، وانا هنا بتكلم على نادي بيراميدز مباشره، ليه؟ لانه نادي بيراميدز هو المنافس الاول للنادي الاهلي في الدوري العام المصري. بقيه الفرق بعيد، الزمالك بعيد، مصري بعيد، بقيه الفرق صعب ان هي تنافس على المركز الاول او الثاني. ولكن هنا انا بتكلم عن بيراميدز، ان انت كل ما بيشوفوك بتعمل كده صدقوني صدقوني هيبان الفارق الكبير ما بين يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه اي فريق اخر. وانا هنا بتكلم بشكل عام، ما بتكلمش على فرقه، ما بتكلمش على بيراميدز، يعني انا بتكلم فريق بيراميدز فريق جيد وكويس وكل حاجه، ولكن انا هنا بتكلم على الفرق اللي موجود ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. فريق النادي الاهلي هو فريق معمول عشان الضغط ده، يعني من 1907 لغايه دلوقتي النادي الاهلي بيكسب تحت ضغوط كبيره جدا، تحت ضغوط ان انا عندي 70 80 مليون 90 مليون اهلاوي ورايا كلهم بيشجعوني وعايزين نكسب. هي دي الضغوط اللي انت بتبقى محطوط فيها دايما. انت بتبقى بتلعب المباراه وبتخلصها بتقول يا ترى ال 80 90 مليون اهلاوي اللي بره بيقولوا عليا ايه؟ لان ال 80 90 مليون اهلاوي بيشوفوا المباراه وبيتابعوها بمنتهى الشغف. في ناس كتيرة جدا، مش هقول كل ال 80 90 مليون، ولكن هقول عدد كبير من مشجعي النادي الاهلي، عدد كبير من مشجعي النادي الاهلي، الاهلي ومكسب الاهلي هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحه في الرياضة، هي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحه ان الاهلي يكسب. تخيل ان في ناس بتحضر نفسها لمباريات النادي الاهلي. يعني ايه؟ الاهلي هيلعب يوم الخميس الساعة 7، من الساعة 6 بتلاقي القعدة بتتنصب، وكل واحد بيجيب صحابه اللي بيقعد معاهم كل مرة، ولو واحد دخل جديد ولا قدر الله حصل كده ولا كده، أو لو قدمنا مباراة وحشة يقول لك إيه ده وشه وحش، يعني دايما الحاجات الهزار اللطيف ده. ففي ناس حياتهم هي الأهلي، عيشتهم هي الأهلي، حبهم هو الأهلي، واللاعبين لعيبة النادي الأهلي مدركين لهذه الأمور، عشان كده بتلاقيهم دايما بيحاولوا يموتوا نفسهم لاقصى درجه. ولكن في اخر الامر اللعيبه دي مش الات، اللعيبه دي بشر نفسهم يستريحوا وعايزين يستريحوا، زي ما قال مستر كولر خلال المباريات الاخيره، قال لك مع يعني اللي انا شفته هنا ما شفتوش في حته. وهذه هي الحقيقه، هذه هي حقيقه الدوري العام المصري.